ذكرى تاع 3 سنوات اللي منذ تنصيب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. احنا اليوم رانا فرحانين لان رانا نشوفوا في الانجازات، نشوفوا فيها في الواقع. اليوم ان شاء الله وين كانت الوعود كانت وعود صادقه، انه اول حاجه هي تاع منحه البطاله، وين بدايه من الشهر الجديد ان شاء الله راح تكون زيادات معتبره للعمال وكذا الناس البطالين، وراح تكون فيها كذلك اجراءات جديده، وين كذلك كانت قانون مضاربة، وين رانا شفناه يعني طبق بكل حزم وبكل يعني صرامة، رانا نشوفه في النتائج تاعو. كذلك كاين يعني إنجازات تاع السيد الرئيس اللي رانا نشوفه فيها، هذه بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطن، وكذلك بالنسبة لقانوني الوظيفة العمومي والمقاولات اللي يعني ثاني رانا نشوفه فيه تجسد في الواقع، وكتمت المصادقة عليه، ونتفائلوا الخير إن شاء الله. جزائر تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.